سنة دراسية جديدة أزمتها كورونا، وزاد في تأزيمها تعدد القضايا المرفوعة ضد وزير التربية. ملفات النقل والتعيينات والزيادة على النصاب دفعت بالأساتذة لمقاضاة الوزير، والتهم موجهة إلى لجنة المندوبية الجهوية للتربية بأريانا بأنها تتلاعب بهذا الملف مالياً وإدارياً، واصفين اللجنة بأنها باطلة قانونياً. قدمنا قضية ضد وزير التربية بما أنه الممثل القانوني لمندوبية التربية بأريانا، نظراً لشبهة الفساد داخل اللجنة التي تقوم بعملية النقل في بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي في أريانا، ونظراً لتشكيات العديد من الزملاء والعديد من الاعتراضات، وهذه اللجنة تشوبها شبهة فساد، وقدمنا قضية سابقة في 2018-2019. مدرسة تونس الدولية واحدة من الملفات المثيرة لأهم قضايا الفساد في تونس، إذ هي واحدة من المشاريع التعليمية التي زادت في تعميق الهوة بين أبناء العامة من التونسيين، ومظهر آخر من مظاهر التلاعب بالمال العمومي، إضافة إلى تجاوزات بالجملة على مستوى البرامج والتعيينات. التمويل لهذه المؤسسة يبلغ 3 مليون دينار، أي 3 مليارات من المليمات التونسية، أي ما يعادل 60 مؤسسة، ما يمول 60 مؤسسة ومعهد في تونس، يعني 60 مؤسسة يحيلنا مباشرة عنا 60 ألف تلميذ. الميزانية المخصصة لهم تمول بها مدرسة واحدة فيها 2000 تلميذ فقط، لذلك اعتبرنا أن تأسيس هذه المؤسسة هو تأسيس مبني على قواعد تخرق مبدأ المساواة بين المواطنين التونسيين وفق ما ينص عليه الدستور التونسي. قضية أخرى يرفعها أولياء تلاميذ ولاية سيدي بوزيد لدى المحامي جمال مارس، والقضية حرمان أبنائهم من الالتحاق بالمعاهد النموذجية، فالميزانيات المرصودة متوفرة والشغورات متاحة. كان من أولى من السيد وزير التربية أن يراعي الجانب هذا وأنه يلحقهم معناها مباشرة، خاصة وهنا نبدو نحكي شوية على الفساد، معناها بغياب المشروعية في القرار، أنه طاقة الاستيعاب ما زالت معناها المعهد النموذجي سيدي بوزيد قبل 74 هو ينجم يقبل حتى 100، معناها إمكانية الدولة تصرف المعهد النموذجي، نعرفه عنده خصوصيات وعنده مصاريف خاصة، عنده معناها احتياطات بيداغوجية خاصة ومستوى معين، ف 24 مكان فارغين معناها كان من أولى أنه معناها يلحقوا بهم تلامذة موضوع القضية هذه، باعتبارهم معناها تحصلوا وهم يعني أنجب نجباء بعد التلامذة اللي التحقوا بالمعهد. تهم الفساد تطال كل العهود، فبرغم لجان المراقبة صلب الوزارة تجزم المتابعة أن المراقبين أنفسهم فاسدون. فساد بحجم دولة أم دولة بحجم فساد؟ فاسدون قلة بفساد كبير أم فاسدون كثر ونفوذهم خطير وكبير وأمر فتح ملفاتهم أمر عسير؟ لقناة اليوم نسرين السويد، تونس.